إذن مشاهدينا نتحدث بتفاصيل اقتصادية أكثر مع ضيفنا الخبير خبير الأسواق من مجموعة إيكويتي رائد الخضر الذي ينضم معنا من دبي عبر سكايب. مرحبا بك سيد رائد. بداية، ارتفاع أسعار الأسهم والتضخم الحاد الذي نشهده، هل برأيك سيدفع المستثمرين نحو الذهب؟ وأيضا ما هي توقعاتك لحركة الذهب خلال الفترة القادمة؟ تفضل. يعني بلا شك نحن راينا انه في عندنا توجه واضح نحو الذهب خلال الفتره الماضيه، وتحديدا بعد قرار الفدرال الامريكي وخطاب رئيس لجنه الاحتياطي المفتوحه جيروم باول، والذي اظهر مجددا الحاجه الى بقاء السياسه التيسيريه وعدم التوجه نحو رفع اسعار الفائده حتى الانتهاء من برنامج شراء السندات. طبعا صحيح انه ضاعف التقليص في وتيرة تخفيض هذا البرنامج من 15 مليار شهريا الى 30 مليار شهريا، ولكن ربط عملية رفع اسعار الفائدة مع انتهاء البرنامج، وهو ما كان يخالف التوقعات السابقة انه سوف نوعا ما يتجه الى تشديد السياسة النقدية ربما في شهر مايو كانت التوقعات السابقة، حتى وإن لم ينتهي هذا البرنامج. هذا سبب نوع من انتقال يعني قلق المستثمرين إجمالا، وجه إلى انتقال استثماراتهم من أسواق الأسهم نحو الذهب، وتمكن الذهب من الارتفاع بشكل واضح وملامسة ما فوق مستويات 1815 دولار للأونصة. ولكن ما يلفت الانتباه أيضا أنه سرعان ما تراجع الذهب مرة أخرى للتراجع. السبب الرئيسي وراء هذه التراجعات هو أولا وجود الفرصة البديلة في الأسواق، ثانيا إعادة نوعا ما يعني تحسين رؤية المستثمرين للأحداث الاقتصادية بعد أن يعني صدرت هذه البيانات، والعودة إلى أساسيات السوق أنه في عندي أنا لا يزال سياسة تحفيزية موجودة لوقت طويل نسبيا، وفي نفس الوقت لدينا يعني هذا السياسة التحفيزية مصيرها إلى الاختفاء خلال العام القادم. بالتالي بناء عملية بناء المراكز المالية طويلة الأمد بدأت فعليا من الآن، وهذا بلا شك لا يصب في صالح الذهب في الفترة الحالية. فممكن أن يشهد الذهب ضغطا أو على الأقل بقاؤه في مستويات تداول سايدويز أو عرضية في المرحلة القادمة، على الأقل حتى مطلع العام القادم مع تحسن البيانات، لأنه أيضا في عندنا عامل اللي هو أوميكرون وكيفية ضغطه على الأسواق، وهل ستتجه اقتصادات أخرى إلى الإغلاقات الاقتصادية. كل هذه العوامل الحقيقة هي التي تؤثر على حركة الذهب، ولكن لا أعتقد أنها تدعمه بشكل كافي للقفز بعيدا نحو مستويات أعلى من 1830 إلى 1840 دولار للأونصة. طيب، بالنسبة للفدرالي الأمريكي، هل ترى بأنه متفائل بشأن أنه سيرى تحسنا قويا في سوق العمل؟ طبعا أنا من وجهة نظري الخاصة أن هناك نوع من التأخر الواضح والصارخ من قبل الفدرال الأمريكي في تشديد السياسة النقدية. لماذا؟ لأنه التضخم بدأ فعليا أن يضخ نواقص الخطر. نحن عم نتحدث على 6.8% آخر قراءة للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ماذا يعني؟ يعني توقف مستقبلي. يعني نحن ما بنطلع على قراءة التضخم الآن، يجب أن ننظر إلى ما خلف هذه القراءة، وهو الركاد والكساد، الركود والكساد الذي قد يصل إليه الاقتصاد الأمريكي ومن ثم الاقتصاد العالمي بنتيجة أنه أنا في عندي أوميكرون موجود حاليا وتأثيره على الأسواق موجود، إضافة إلى مستويات تضخم مرتفعة نتيجة السيولة الضخمة الموجودة في الأسواق. وبالنهاية أي خلل في سوق العمل في الفترة القادمة سيضر بشكل كبير في الاقتصاد، لأنه مع فقدان الدخل راح يكون في عندي عدم مقدرة على الإطلاق بالتوجه نحو الاستهلاك وحتى في الأساسيات. فقد نرى أو نشهد القراءات العامة لمؤشر أسعار المستهلكين ترتفع وتتأثر بشكل كبير بنتيجة أنه فقدان العمل الذي قد يحدث لربما بعد عمليات إغلاق الاقتصاد إذا ما استمر المتحور الجديد من كورونا. دون عن هذا المتحور، التضخم الحاد الخارج عن السيطرة
آثاره سلبية وأكبر بكثير من التضخم المتراجع أو الانكماش الاقتصادي. لماذا؟ لأنه راح يكون في عندي أسعار مرتفعة صعب من أني أقوم بتخفيضها نتيجة التكلفة المرتفعة أساساً. ثانياً عدم المقدرة على الشراء وبالتالي الوصول إلى مرحلة الكساد والضرر أيضاً بمؤشرات المنتجين إجمالاً. هذا هو القلق الأكبر الذي قد يكون معدي بشكل كبير في الاقتصاد العالمي. بالتالي الفدرال الأمريكي يجب أن يتجه إلى رفعات في أسعار الفائدة حتى وإن لم يتم الانتهاء من برنامج شراء السندات، لأنه برنامج شراء السندات خلينا نفصل ما بين السيولة الرخيصة التي يتم تقديمها من خلال عملية يعني طباعة النقود وشراء السندات في الولايات المتحدة الأمريكية، وعملية إيجاد الاستثمار الخالي من المخاطرة بالنسبة للمستثمرين وهو العائد المتأتي من أسعار الفائدة، عملية يجب أن يتم فصلها حاليا حتى ما يكون في عندي تهور في الرساميل واتجاه نحو استثمارات ذات مخاطر مرتفعة وبالتالي أيضا فقدان في رؤوس الأموال. لأنه بالنسبة للمستثمر أين سيلجأ؟ لا يوجد لديه أي عائد يعني خالي من المخاطرة يجب أن يلجأ إليه. إذا نظر إلى أسعار الفائدة فهي متراجعة، عوائد السندات مقلقة بعض الشيء بالنسبة حتى لو ارتفعت إمكانية استعادة هذه أموال هذه السندات نتيجة الضغط على التصنيفات الائتمانية للاقتصادات العظمى عم نتحدث حاليا سوف تكون محور، بالتالي سيتجهون إلى ملاذات آمنة مثل الذهب والتي لا تقدر عائدا وإنما هي فقط ملاذ من التضخم المرتفع. بالتالي هذا يترجم بأن الفيدرالي قد يعيد النظر في الربع الأول من العام القادم بقراره فيما يتعلق ب يعني إرجاء عملية رفع أسعار الفائدة حتى الانتهاء من برنامج التيسير والذي قد يأخذ أكثر من 3/4 العام القادم وهو يعتبر كبير بعض الشيء ويتيح المجال للتضخم أن يرتفع وقد يلامس مستويات أعلى من 7.5%. من الولايات المتحدة إلى اليابان، اليوم الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض بنسبة 2% بفعل أوميكرون وأيضا خفض سعر الفائدة الصينية، كيف ترى ذلك؟ يعني الصين تواجه قلق كبير حقيقة، يعني المحاولات لتقليص أسعار الفائدة، الضغط الكبير المتأثر من المتحورات الجديدة تضغط بشكل كبير، والقلق من الإغلاقات الاقتصادية وانقطاع سلاسل التوريد وبالتالي أيضا تصدير الصين معرض للخطر في الفترة القادمة، بالتالي عملية التحفيز المطلوبة وبتقليص أسعار الفائدة اللي هي نوعا ما إن صح التعبير يعني لا يزال المجال موجود بمزيد من التقليصات، ولكن المركز الصيني يعني يود الإبطاء في هذه العملية لأنه النظرة إلى المتحور الجديد على أنه ليس فتاك بشكل كبير وقد لا يضر لفترة ممتدة أو فترة زمنية طويلة، وبالتالي ذلك أثر بشكل كبير على كل الأسواق الآسيوية ومنها المؤشرات اليابانية التي شهدت نزيف حاد خلال تعاملات اليوم بنتيجة هذا القرار في خفض الصين لأسعار الفائدة، لأنه هذا الخفض لم يكن كافيا لرفع مستوى معنويات الأسواق، ينظرون إلى إمكانية خفض أكبر في أسعار الفائدة وتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر لأن القلق على الصين من متحورات كورونا كبير جدا وخصوصا من قبل المستثمرين الذين يحتاجون إلى السيولة الرخيصة إلى سداد الرواتب والأجور في حال وجود يعني توقف في الإمدادات أو توقف حتى في التصنيع قد يحدث في الفترة القادمة أو فقدان وتراجع في الطلب. طيب، اللجنة السابقة التي كانت تعتبر التضخم انتقاليا ومؤقتا، هل بدأت تتراجع مع مرور الوقت؟ يعني أصبح واضحا أنه غير مؤقت، والفدرالي نفسه وجيروم باول نفسه أكد أنه هذا التضخم كلمة مؤقت يعني لم يعد مؤقتا بعد الآن وإنما هو خطر يجب مجابهته، وهذا كان متوقعا تماما مثل ما عم أقول أنا أنه يجب أن يعيد النظر حاليا في الفترة القادمة وأن يتجه إلى رفع أسعار الفائدة ربما في الربع الأول، ولكن كان يخشى الفدرالي أن يقدم على إجراءات أكثر حدة بالتشدد في السياسة النقدية وبالتالي يسبب ذلك عزوف من قبل المستثمرين أو قلق في الفترة القادمة بنتيجة عدم توافر السيولة المطلوبة، ولكن يجب
يعني شاء أن أبى الفيدرالي أن يتجه إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في الربع القادم فقط لمجابهة التضخم، لأن التضخم عندما يخرج ويصبح هايبر انفليشن، نحن الآن في مرحلة مثلا ممكن نعتبره نحن كريبينج انفليشن أو تضخم زاحف وصولا إلى تضخم يعني مسرع بعض الشيء. هذا التضخم المتسارع الذي يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن يخرج عن السيطرة في العام القادم إذا كان هناك بطء في عملية تشديد السياسة النقدية، وبالتالي حتى وإن تم رفع أسعار الفائدة بشكل يعني أو سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، وهذا سيضر بلا شك بعملية التصدير، سيضر بلا شك بعملية التعافي والنمو الاقتصادي، وسيمتص سريعا أي تعافي اقتصادي ممكن أن يحدث في الأسواق الأمريكية، وبالتالي ستواجه قطاع الأعمال مصيبة جديدة بسرعة وهو ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهذا ما قد يعرقل عملية النمو الاقتصادي بشكل عام. يجب أن تكون عملية رفع أسعار الفائدة سلسة ومتجانسة ومتناسبة مع النمو الاقتصادي، وبالتالي عملية التضخم يجب أن يتم مكافحتها الآن حتى لا تكون عبء بعد أن يتم السيطرة نوعا ما على أوميكرون على سبيل المثال، وتفاجأ بأنه اقتصادك يعاني من سيولة رخيصة، عملة رخيصة جدا، ولكن في نفس الوقت لا يوجد أعمال حقيقية، بالتالي هناك تضخم مرتفع جدا، ويضطر الأعمال إلى رفع أيضا مستويات الأجور، وهنا تدخل في دائرة الدائرة والحلقة المفرغة من عمليات ارتفاع الأسعار يسبب ارتفاع في الأجور، وبالتالي إفلاس المنشآت الاستثمارية والأعمال وعدم مقدرتها على مجابهة التكاليف وصعوبة الاقتراض من الأسواق في نفس الوقت. يعني كل هذه دائرة مفرغة يجب أن يتم معالجتها سريعا، وامتصاص الفائض من الأسواق وعدم السماح بالأسعار أن ترتفع. طيب، في حال استمرت قيود الإغلاق وتفشي المتحور أوميكرون حول العالم، هل تتوقع أن تلتزم أوبك بلس باتفاقاتها السابقة؟ يعني حاليا أوبك بلس أو منذ أن واجهت أزمة أسعار النفط إجمالا وعملية الانخفاض الحاد الذي حدث، عملية أوبك بلس هي المحافظة على توازن الأسعار فيما يتعلق بمستويات الطلب الحالية، هي مرتاحة بشكل كبير جدا إلى مستويات الطلب الحالية وإلى مستويات الطلب المستقبلية. وإذا عدنا إلى توقعات الطاقة الدولية كانت تتوقع صحيح بعض التراجعات في الطلب، ولكن النمو موجود، تراجعات في النمو يعني ضعف في النمو بعض الشيء، ولكن النمو موجود. وأيضا في نفس الوقت أوبك بلس تتوقع العام القادم أن يكون هناك تحسن، بالتالي أي تصحيح في أسعار النفط نشهده حاليا هو لأسباب جدا مؤقتة في الفترة الحالية، وسوف تضطر أو تلتزم بشكل كبير أوبك بلس بعمليات الزيادة التدريجية في النفط لمجابهة الطلب في الفترة القادمة، وحتى يتم تحقيق التوازن في السوق النفطية، على الرغم من أنه مثلا دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية بدأت يعني تغرق الأسواق بشكل غير مباشر، ولكن نعود ونكرر الأحداث التي تحدث الآن هي مؤقتة ونتيجة القلق من أوميكرون، ولكن الطلب موجود والانهيار السريع في أسعار النفط غير موجود على الرادار. طيب، أسعار النفط اليوم تهوي بأكثر من نسبة 3%، كيف ترى مع هذا الانخفاض، كيف ترى المرحلة القادمة؟ أنا أعتبر أنه هو انخفاض تصحيحي، وممكن حتى أن يستمر بعض الشيء أيضا في التراجعات، وهذا أمر صحي جدا بالنسبة لأسعار النفط التي وصلت إلى مستويات مرتفعة بنتيجة أنه كان في عندها إغلاقات اقتصادية. أما 3% نحن بنشهدها حاليا هي مستويات مرتفعة نحن عم نشوفها بلا شك، ولكن لا ننسى أبدا المشوار الذي قطعته أسعار النفط من بداية العام حتى الآن، وإمكانيتها من الاستقرار عند هذه المستويات. ممكن أن يهبط النفط حتى مستويات قد تصل إلى 57-58 دولار للبرميل، ولكن هذا لا يؤثر بشكل كبير على الآفاق المستقبلية، وممكن جدا أن نرى تدخل جديد من أوبك بلس بعملية يعني إبقاء الخفض كما هو وعدم الزيادة التدريجية في الإنتاج. طيب، الولايات المتحدة الأمريكية تبيع أكثر من 18 مليون برميل من النفط، كيف سيؤثر بشكل أو بآخر هذا الشيء على الأسعار؟
يعني نحن تماما هذه هي النقاط الخارجه عن استطاعه اوبك بلس حاليا. البيع الموجود حاليا هو يعني ان صح التعبير هو غير صحي بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه حتى قبل اي اقتصاد، قبل ان نتحدث عن اوبك بلس في الوقت الراهن، هو عمليه استغلال لمستويات سعريه موجوده وايجابيه، ولكن ايضا هذا مخزون استراتيجي بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، ومن المتفق انه عدم المساس بهذا المخزون في الولايات المتحده الامريكيه واللجوء اليه عند الاضطرار نوعا ما. البيع عند هذه المستويات هو عباره عن يعني اعتبار ضمني ان المستويات مناسبه جدا للبيع عند هذه عندها، ويتوقعون انخفاض في اسعار النفط، هذا ما يتعارض مع التوقعات كل من الطاقه الدوليه وايضا الاوبك بلس. وهنا يعني اعتقد الكميه ممكن ان تكون نوعا ما تشكل ضغط على الاسواق خلال الفتره الحاليه، وساهمت نوعا ما في تراجعات النفط. ونعود ونكرر انهم مضطرين الى ان يعودوا الى الشراء مره اخرى، ولن يحققوا يعني مكاسب كبيره من هذا البيع، وانما الحفاظ على المخزون الاستراتيجي هو الذي يضع الولايات المتحده الامريكيه في الخانه المريحه نوعا ما بالنسبه لقطاع الاعمال، انه لديها مخزون استراتيجي ومهما حدث في الاسواق يمكن ان يقومون باللجوء الى هذا المخزون. طيب، على الرغم من الاغلاقات وفرض قيود جديده في بعض الدول، الا ان شركات النفط الامريكيه رفعت عدد الحفارات للاسبوع الثاني على التوالي، الى ماذا تعزو ذلك؟ أعزو ذلك إلى أنه الأسعار كانت جذابة بشكل كبير بالنسبة للـ يعني منتجي النفط الصخري الأمريكي، وبالتالي زيادة ثلاث حفارات أعتقد الآن الأسبوع الماضي كانت حوالي 579 حفارة، زيادة ثلاث حفارات إضافية بنتيجة أنه استغلال الأسعار الحالية التي هي مناسبة جدا لإنتاج النفط الصخري في الوقت الحالي. ولكن دعونا نذكر بأنه مع استمرار ارتفاع التضخم يعني وهو العامل الرئيسي في دفع أسعار الطاقة والسلع بشكل عام للارتفاع، يعني هذه الارتفاعات غير حقيقية وغير ولا تنمو عن أو ولا تعبر عن نمو حقيقي في الاقتصاد. هذا يسبب زيادة في التكاليف كما ذكرنا، زيادة في ارتفاع أسعار المنتجات، وبالتالي ضرر يعني مستقبلي على خلينا نصح التعبير على الأسواق الأمريكية وعلى المستهلك الأمريكي مستقبلا، وبالتالي على قطاع الأعمال عدم مقدرة على مجابهة التكاليف نتيجة ضرورة ارتفاع رفع أسعار الرواتب والأجور وما إلى ذلك. يجب أن يكون هناك توافق ما بين ارتفاع التضخم والأجور التي تنمو ب 3.2%، بينما عندي تضخم ب 6.8%. هذه الجاب مصيرها إلى ضغط على الاقتصاد الأمريكي، وعلى بلا شك دفعه باتجاه العجز، وممكن أن يكون في عندي مرحلة كساد أو ركود اقتصادي تتطلب يعني حلول عميقة، ويكون نحن خرجنا من أزمة بأزمة واستخدمنا أدوات للخروج من الأزمة سببت أزمة جديدة. طيب، هل أوميكرون المتحور أوميكرون من جهة، وأيضا التجديد النقدي من جهة أخرى، سيدعمان الدولار؟ يعني الدولار الأمريكي مصيره إلى ارتفاع إن صح التعبير في الفترة القادمة نتيجة ضرورة وتوجه الفيدرال الأمريكي بشكل خطوات أكبر نحو تشديد في السياسة النقدية. أولا، نحن أحسن مما كنا عليه سابقا بالنسبة للدولار الأمريكي. إذن الدولار الأمريكي بعد اللامس قيعان بدأ بالارتفاع مجددا، وبدأ يحافظ على المكاسب التي يحققها. الآن قد نشهد مزيد من الارتفاعات، ولكن يجب مجددا أن نذكر أن الارتفاعات الحادة في الدولار الأمريكي ستضر بالصادرات الأمريكية، فبالتالي عملية رفع قوة الدولار الأمريكي يجب أن تكون عملية متناغمة نوعا ما مع يعني تشديد، يعني أقصد هنا عملية رفع أسعار الفائدة يجب أن تكون متناغمة مع ارتفاع وتحسن في النمو، تراجع في التضخم تدريجي، وليس أن يكون هناك رفعات حادة. وأنا نقصد أنه ممكن رفع بنص بالمئة أو 1% كامل، يعني أعتقد هنا سوف يسبب ضرر كبير على الاقتصاد وعلى القطاع الأعمال، لأنه فجأة رح يظهر أمام المستثمرين عدم المقدرة على الاقتراض، التكلفة عالية جدا، وبالتالي عدم مقدرتهم على سداد التزامات الديون، وبالتالي عدم مقدرتهم على الاستمرار بالأعمال.
تالي مرة أخرى، عمليات تسريح، ضغط على سوق العمل وما إلى ذلك، وهم يعني لا يرغبون بذلك على الإطلاق في الفترة الحالية. طيب، وفق المؤشرات الحالية برأيك هل سيكون للمتحور الجديد تأثير طفيف على الاقتصاد العالمي أم أن الوقت ربما مبكر للتوقعات؟ يعني هو يعني مجددا نحن نتحدث عن عواقب اقتصادية، ولسنا أطباء ولسنا من المجال الصحي حتى نتحدث بشكل عام، ولكن ما يتم ذكره بشكل كبير في وكالات الأخبار أن هذا المتحور يعني واسع الانتشار ولكن ضرره أقل، ومع وجود نسبة تلقيح واسعة وأيضا البحث عن الجرعة الثالثة الداعمة ورفع مستويات التلقيح بهذه الجرعة في معظم البلدان سيساهم بشكل كبير بحصر الضرر المتأتي، وبالتالي الإغلاقات قد تكون محدودة. وأيضا أضف لذلك التجربة السابقة، يعني وجود التجربة وعمليات السيطرة السريعة على الأرقام ونجاح بعض التجارب في العالم وإمكانية تصدير هذه التجارب إلى الدول الأخرى بدأت تساعد عمليا في تقليص الأضرار الاقتصادية. بالتالي لا ننظر حقيقة إلى الأوميكرون كمتغير رئيسي ومؤثر كبير في الأسواق في الفترة القادمة، وأي إغلاقات ستحدث أعتقد سيكون يعني جدا محدودة وجدا مؤقتة، ولا يوجد اقتصاد في العالم قادر على تحمل تكلفة إغلاقات اقتصادية طويلة بعد ما مر بها الاقتصاد العالمي في العام القادم. بالتالي التركيز أكبر على التحول في السياسات النقدية من أن يكون على كورونا ومتحورات. طيب، بالنسبة لتركيا ما زالت تتمسك بسياستها النقدية القائمة على معدلات الفائدة المنخفضة التي تسببت بانهيار قيمة الليرة التركية، برأيك هل ستفلح تركيا رغم أنها خالفت تقريبا قواعد علم الاقتصاد؟ يعني الأمر مضحك بعض الشيء، يعني أنه من نتيجة أنه الصورة الواقع الذي يعيشه الاقتصاد التركي حاليا محاولات خفض أسعار فائدة. نحن نعلم تماما عندما تتجه إلى تعزيز الاستثمارات، عندما تتجه إلى زيادة الصادرات تقوم بالتوجه إلى تقليص أسعار الفائدة وخفض غير مباشر، يجب أن لا يكون مباشر التدخل في قيمة الصرف حتى الاقتصاد، لأنه راح يكون في عندك عزوف من باقي الاقتصادات الأخرى، لأنه راح يكون في عندي تدخل مباشر بأسعار الصرف تبعك يعني الخاصة بهذه الدولة، وبالتالي هي غير حقيقية وغير واقعية ولا تعكس يعني القيمة العادلة لهذه العملة، وبالتالي لا تشكل حقيقة الفائدة المرجوة منها من جاذبية الصادرات نتيجة انخفاض العملة، وإنما سيسبب ارتفاع قوي جدا في مستويات التضخم، بحيث أنه أي خفض أنت عم تجري أسعار الفائدة لن يعطي بأي ثمار إيجابية. بالتالي حتى الهدف البعيد المدى الذي تنظر إليه بالنسبة للاقتصاد التركي وهو زيادة جاذبية الاستثمارات، إذا كانت الأسعار مرتفعة بشكل كبير جدا والتضخم حاد بشكل كبير جدا، أيضا المستثمر الأجنبي لن يجرؤ على الدخول إلى الاستثمار في هذه الحالة. بالتالي عملية الخفض السريع والخفض الحاد في أسعار الفائدة غير جيد بالفترة الحالية، وإنما الالتفات إلى الداخل وتصحيح مستويات التضخم قد يكون من شأنه إيجابية في الفترة الحالية أكثر من أنه معالجة عمليات جذب المستثمرين الخارجيين وتحفيزهم من خلال دفع مباشر لأسعار الفائدة بهدف مباشر وهو تخفيض قيمة الليرة التركية دون أن يكون هناك فائدة حقيقية. بالتالي ما هذا مما يعني سبب انخفاض حاد أكثر من المطلوب في قيمة الدولار الليرة الأمريكية أمام الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وهذا ما لا يرغب به حقيقة الاقتصاد التركي، وبالتالي ذلك سيعرضه للمزيد. أعتقد هناك شق واضح ومهم جدا وهو شق سياسي يتم مناقشته على صعدة أخرى ومن قبل خبراء آخرين يلعب دور مهم في يعني ما تعاني منه تركيا في الوقت الراهن، ولكن كمنظور اقتصادي بلا شك ما يحدث حاليا هو أخطاء نوعا ما جسيمة حادة قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي التركي كثيرا دون أن تحقق فائدة لا على المدى المتوسط ولا المدى الطويل، وهنا قد لا تكون كسبت أي شيء غير أنك حققت ضرر عميق على
الليرة التركية والاقتصاد التركي. طيب، هذه التفصيلة التي ذكرتها السيد رائد هي ربما من أبجديات وأوليات الاقتصاد على مستوى العالم، هل تعتقد أنها تغيب عن الدولة كتركيا؟ وأيضا إن غابت فهي قد لمستها خلال هذه الفترة الماضية وارتفعت أو انخفضت قيمة العملة المحلية أمام الذهب، وبالتالي عليها أن تعود إلى أسعار الفائدة القديمة. خليني يعني أجيب على سؤالك بأمر بسيط جدا، يعني وسؤال بسيط هون نحن نتساءله. تماما العملية عملية كسب ثقة. إذا كان هناك ثقة في اقتصاد ما، فإن الثقة بعملة هذا الاقتصاد وبالتالي الثقة بالأعمال التجارية في هذا الاقتصاد، على الرغم من مهما كانت أسعار الفائدة، مع تخلخل عامل الثقة يعني الموضوع مختلف كليا. الورقة السياسية مهمة جدا، عملية المخاطبة للمستثمر الأجنبي والمستثمر والمستهلك حتى المحلي عملية سياسية بحتة، هي عملية ثقة أو عدم ثقة بالنسبة للمستثمرين. هل يوجد فرص استثمارية أفضل أم لا؟ هل يوجد أفق واضحة أم لا؟ بالتالي العملية هي حتى وإن كانت إن صح التعبير نقول هي عملية على مستوى الدولة، والدولة لا يخفى عليها شيء إن صح تعبيري هنا، وإنما الحديث هنا هل ترغب بهذا، هل أنت راضي كمستثمر على الاستثمار وفق هذه الشروط في مثل هذا الاقتصاد بمثل هذه التركيبة أم لا؟ فهي كعملية الانتخابات، كعملية توجيه الثقة أو عدم توجيه الثقة، تماماً هذا ما يواجهه الاقتصاد التركي حالياً، هو الثقة المطلقة من صناع القرار السياسي والاقتصادي هناك بأنه يكون في عندي تحسن في الطلب المستقبلي، وبالتالي ذلك سيخفف من وتيرة حدة التضخم وبالتالي جذب الاستثمارات الخارجية، ولكن يجب أن يكون هذا مرتبط بشكل واضح بعمليات سياسية واضحة تمكن وجود ودخول المستثمر الأجنبي. لا نقول حاليا، ولكن ما نراه كاقتصاديين حاليا بالنسبة للاقتصاد التركي هو عملية ضرر إضافي لمستويات التضخم، ضرر إضافي لعملية التعافي في الاقتصاد التركي وتعليق آمال على تعافي مستقبلي قد يحدث أو لا. نعم، خبير الأسواق من مجموعة إيكويتي يا سيد رائد الخضر، كنت معنا من دبي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.